الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الوجود وفي تصرفاتنا في أعمالنا هناك أشياء تدخل في صميم الفطرة، لا تحتاج إلى أن نستدل عليها وإلى أن نبحث لها عن حجج وعلل وأسباب، لأنها تدخل في صميم الفطرة وتدخل في صميم التصرفات الإنسانية الفطرية، وكذلك في التصرفات الشرعية الأصلية. فمثلا إذا أخذنا مثالا على ذلك، تعظيم المصحف هذا أصل، لأنه كتاب الله عز وجل، لأنه يحوي في دفتيه كلام الله سبحانه وتعالى، هذا أصل فطري. ثم يأتي بعد ذلك الأصل الفطري فروع، آثار، تبعات لذلك الأمر. نحن لا يسعنا أن نسأل عن كل تفصيل من تلك التفاصيل ما دام الأصل قد ظهر. الإنسان نحن نعظم المصحف فنطبعه ونزينه ونجمله ونحرص على ضبطه ورسمه وحروفه، ونضع المصحف في مكان عال لا يصيبه التدنيس ولا تصيبه الاستهانة، ونستشعر في ذلك كله تعظيم المصحف. هذه كلها تفاصيل 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 لا نبحث لها عن دليل وعن سبب، لأن عرفنا السبب الأول اللي هو تعظيم المصحف. مثلا إكرام الوالدين وطاعتهما والإحسان إليهما والبر بهما، هذه كلها أشياء أصلية ثابتة فطرية. طيب الآن الإنسان يكرم والديه، يقبل رأس والديه ويقبل يدي والدته، ويجلب لهما ما يرتاحان به، ويجلس ليؤنسهما في الكلام، ويستشيرهما في الصغيرة والكبيرة وغير ذلك من أعمال البر. نحن لا نبحث عن كل عمل من تلك الأعمال عن سبب، لماذا؟ لأنه عرف السبب، قال إذا عرف السبب زال العجب. طيب وقس على ذلك أشياء كثيرة. الصحابة رضي الله عنهم يعرفون أنه من الضروري حفظ كلام الله سبحانه وتعالى اللي هو القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. طيب هذا أصل. ثم إنهم جمعوا القرآن في مصحف خشية أن يضيع من الصدور فلا يوجد في السطور. نعم طيب هذا التفصيل اللي هو أنهم جمعوه في مصحف، هذا تفصيل وفرع عن الأصل الأول. إذا عرف الأصل الأول فلا نحتاج بعد ذلك إلى تلك الفروع واحدا واحدا، نبحث لكل واحد عن سبب وعن حجة وعن علة، ثم إنهم نقطوه، ثم إنهم شكلوه، ثم إنهم قسم إلى أثمان وأرباع وغير ذلك، كل هذا خدمة للمصحف الشريف. طيب هذا شيء ينبغي أن يكون مسلما. إذا أسقطنا هذا على الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى تفاصيل الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أن هناك أصلا. ما هو الأصل؟ الأصل هو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو تعظيمه، هو توقيره، هو تبجيله، لتعزروه، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. طيب ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعظمه ونعزره ونبجله. هذه التفاصيل تأتي بعد ذلك، نحتفل بذكرى مولده، نعظم سنته، نتبع حديثه، نحدث أبناءنا عن سيرته، تحتفل المساجد بذكراه، تحتفي وسائل الإعلام بهذا اليوم الشريف. هذه فروع عن أصل كبير اللي هو ماذا؟ اللي هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم
على أن تكون هذه الآثار لا تخالف أصل الهدي النبوي وأصل القرآن الكريم. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يستعمل جوارحنا في كل ما يمثل هذه المحبة ويعزز هذه المحبة، ويوصلنا إلى التأسي بالسيد المصطفى عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.